راح تذوق قهوه لا طيبه ولا مو طيبه. بعمرك ما راح تذوق من ايدي. عنا شاي ما عنا امي. والله احط لك ملح انجليزي بدل السكر. فرجيك. على الخطب الان كيف الراس السخن. يعني حقيقه الدكتور غزوان ملبك شوي. وانتو كمان هيئتكم ملبكين. مشان هيك اسمحوا لي احكي كلمتين. تفضل. تفضل. يعني اذا ما عندكم مانع الدكتور غزوان حابب يصهركم. شو رايك اخي عماد؟ المرحوم الوالد الله يرحمه ربانا تربيه صالحه. وهي البنت تحديدا كانت مدلله اكثر وحده بيناتنا. وهي الحالة والهيك الإحساس اللي أنا عايشه هلا فعلا إحساس بنت غالية كتير علينا. ولما يشرفنا الدكتور مثل الدكتور غزوان الله يسلمك لأهلك بيكون شرف كبير لألنا وللعائلة وللهدي شو اسمه. وأنت شو رأيك أختي ميمات؟ الله يوفق خطوتك عزيزة يا أستاذ. وأنت يا دكتور والله يعني من أول يوم تعرفت عليك وشفتك فيه أيام المرحوم أبو عماد قلبي حسني انه بدك تكون واحد من العيلة. خالتي معماد يعني الحقيقة يعني القلوب عند بعضها هي الحقيقة يعني والصدق. واقسم بالمنتقم الجبار ماني مازل بحرف انه حضرتكن يعني غالية على قلبي كلكن كلكن بدون اي استثناء كبير ام صغير. البنت شو رأيها موافقة؟ هي بعظمة لسانها قالت اي. لكن اذا هيك سمعونا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شو بدي اقول كانت بالاذن. تفضل. اهلا اهلا استاذ صباح اهلا. يعني شو بدي اقول الحقيقه يعني بركات يرسن فيكن وباهلكن جميعا وبالانسه اميمه لانها فعلا انسانه ممتازه. ما هي طبعا طبعا دكتور. مبروك قرينا الفاتحة. بتتهنوا. شو عم تساوي شاي ولا قهوة؟ ما عنا قهوة في شاي. ايه طيب الشاي ظريف الشاي. ايه. صحيح شو عم بسمع من اخوكي؟ شو سمعت منه؟ انه بده يخطب. شو بيعرفني؟ مين هي بتعرفيها؟ لا ما بعرفها. من عنا هون من الحارة؟ ليش عم تسألني إلي؟ ما تروح تسأله إله؟ ليش عم تتنكتي بغلقتي؟ ما عم بتنكت. روحي ضيفيهم للجماعة. إيه رايحة ضيفهم. مدام الدكتور غزوان. فرحتي. طيب الأولاد شو؟ بعتقد إنه هن كمان إلهم رأي بالموضوع، ما هيك؟ إلهم رأي طبعاً. بس يا ترى اخوكي ما سأل حاله ليش ولاده ما حاولوا او ما عم يحاولوا يشوفوه؟ بعتقد سأل حاله هالسؤال. وشو النتيجة اللي وصل لها؟ انه انا المذنبة؟ واني عم حاول اضغط عليه بموضوع الاولاد من شان يرجع لي؟ انا فعلا بدي اياه يرجع لي. بس اسمحي لي اقول لك شغلة انه انا ما بستخدم هيك اسلوب. هن ما حاولوا يشوفوه لأنه ما عم يحسوا بوجوده وهو ما عوضن عن غيابه ولا حتى تقرب منهم. يعني بصراحة هن ما عم يحسوا إنه بحاجة إله. بس هدول بيضلوا ولاده. ولاده بدائرة النفوس بس على أرض الواقع وبالبناء الأسري هو بالنسبة إلهم مو حدا. القصة قصة حضور ومحبة وتعاون. وعيوا على الدنيا وهن ما بيعرفوا. كبروا بلا بيعرفوا انه ابوهم بس شو حضوره جواتهم ولا شيء صفر. اسمحي لي اقول لك انك بتتحملي جزء كبير من المسؤوليه. كان لازم تفهمي الاولاد انه ابوهم ما فات على السجن بارادته ولا لسبب ما بيشرفهم. انت مفكرتيني فرحانه بالشي اللي عملته ربا؟ انا بهدلتها ومسحت فيها الاراضي. بس أنا شي والولاد شي تاني. رجاكي سميرة
لا تخلطي الورق ببعضها. مساء الخير ماما. أهلين ماما. أهلين. بدك تقولي إني ما عرفت ربي؟ يمكن، بس يا ترى أخوكي ما بيتحمل مسؤولية إنه تركني مع ولدين وراح يعمل بطولات أخذته على الحبس؟ اسمه صباح جد الغزال، عفوا فرو الغزال، أبوه محمد خير، أمه نظمية، تولد قرية السودانية 1977، ليصانص حقوق. نعم. لا بس الشاب بيني وبينك يعني رايد البنت والبنت رايدته، قلت لحالي يلا بلكي بيطلع حظه احسن من حظ امه. خلي لي اياك يا القحطان، يعني اذا بكرم علي بدي فيش له، يعني منبته الطبقي منين هو، على هذا الاساس ما بتعرف بلكي طلع حدا من العيله من مصاصين دماء الشعب يا اخي. خلي لي اياك يا القحطان يطول عمرك. يا سيدي قل لي امتى رح تفضلي هيك شي ليله نسهر سهره صميدعيه؟ بدي اعرفك على ليدي كثير مرتبه بيقولوا لها الست عبير، سينيه وشي على كيفك. شلون؟ الله عليك يا ابو قحطان حبيبي انت، نتحاكى ايه؟ الموضوع بسرعة الله يخليك، طول عمرك حبيبي الله معك. وعليكم السلام ورحمة الله. شو بتسوى هاي؟ هاي بألف ياباني، في عندي كوري ب850. حاجة بقى يا. شو حاجة ما حاجة؟ هاي إبرة بتجيب لك القمر الأوروبي وعربسات كمان. على هاي الإبرة بتجيب كل هدول؟ إيش شايفني أنا غشيم عند الشات يعني؟ علي ما علي غشيم ونص كمان. هي هاي. وهي ب500 ورقة. شو عمي؟ روح روح الله يستر عليك وعلى اهلك، لك لك روح. ايه شباب حفر. شو رأيك بهالمكنة؟ مو تبع ياسين ابن ابو سعد الدوماني؟ هي بذاتها بس مكنة ها نزقة وبتلبي. طلع طلع لوين؟ طلع دورة. لا ما بدي، زين زين خليني اجربها يستر على عرضها. لا هلا اطلع دورة بعدين خليك تجربها. اطلع بس فهمني انت ليش مستعيرة؟ ماني مستعيرة، هو بدي يبيعها. انت ضحكت عليه وقلت له انا شرهات لجربها بس خرطت مشتها، لذلك عم فكر اشتريها. قد ايه بده؟ هو طالب 10 بس بينزل لـ8. تجي تشارك؟ منلي. لكن زين زين خليني اجربها شوي زين. تكرم بس ما تطولها وعلى مهلك. ما رح طول. كسرت له كتفه لرامي قبل المرة. مين رامي؟ خلاص شو بدك انت؟ ابن مروان؟ الله. هذا الفرام، هذا الفرام. يسعدو. شو؟ منين هاي؟ يشتريها. صحتين.
رايدو. على السلامة أستاذ. الله يسلمك. شغلت بالنا عليك. شكرا. الله لا يشغل لك بال. تشرب قهوة؟ نشرب. لو كان جيبي الكراسي وقعدي الأستاذ. عايدة قديش عمرك؟ يعني شي 20. أهلا سميرة. أهلا. أختي سميرة عايدة. بالإذن. كيفك سميرة؟ منيحة الحمد لله. كيف الأولاد وصفوان؟ منيح. فينا نفوت نحكي كلمتين عن فيراد؟ طبعا تفضلي. ليه ما بدك تحكي برا أسرار؟ أسرار شو؟ اليوم الصبح مرقت لعند عبير وحكيت معها. بخصوص شو؟ بخصوص بخصوصك انت؟ اي شو؟ ايه عصام، ما بدك ترجع لبيتك بقى؟ بك حتى انت ولك سميرة، حتى انت يا اخي المرة لساتها بتحبك ورايتك. تحبني يمكن وبدالي ارجع اكيد، بس بتعرفي ليش؟ لك سميرة خلاص انا نويت حط نقطة باخر السطر. إذا بتحبي تكوني شاهدة ما عندي مانع. أنا حشوفها لعبير وحاتناقش أنا وياها. سميرة هي القصة خلاص لازم تنتهي. ولك لوين أخذني ومشيني؟ صار لك ساعة ممكن أفهم. ليش أنت من إمتى بتفهم؟ إيه تجربة بلغ لازم ضروري الفهم. هلا اسمع، في شغلة خفيفة ونظيفة فيها قرشين ضعف تشتغل. شغلة خفيفة ونظيفة وفيها قرشين ضعف؟ شو حزيره؟ لا ما لها حزيره، قلت لك من وين لك الفهم انت؟ مشي مشي لاشرح لك. مشي. ليه؟ هاي البناية مناسبة كتير. أكيد محباي. اسمع، أول شي بتفك أربع خمس أبر مع بعض، بعدين بتقطعلهم شرايطهم، بتضب وبتمشي. لك شو بك عم ترجف مثل النسوان؟ شد حيلك. لا ما فيني شي. ناخذ الإبر من جهة واحدة من البناية، ننزل من الباب الثاني. ليك قلبك عم بده خاين؟ والله ميت من رعبت. إيه مشي تضرب شو خربه. لك شو هاد يخرب بيتك؟ حطهم بالجيب طبهم. فشل؟ إذا فكينا الإبرة ما بتروح الصورة محل ما عم يتفرجوا؟ بلا حبيبي، يعني بحسوا علينا لسا الدنيا بكير والعالم سهرانة. العمى شلون فاتني هاي؟ منين لك الذكاء أنت؟ يلا امشي، خلينا نروح لك. امشي. نمشي بنمشي، بس نرجع لهون الساعة 4. حبيبي نرد نرجع لهون؟ يعني تمشي وتقرب شو خربوا. أنا شايف إنه أنت ما رح تحلي مشكلة البنت لحتى أعمل لك طباشة طويلة عريضة. لكن حدا بيجوز بنته لواحد من لاقياكم؟ لا ولسا. ولك يا مخلوقة خافي الله، شو بدك؟ ها؟ بدك ياني جيب لك واحد؟
وحطه تحت باطي، ولا بدك جيب لك واحد طول الوقت عم يتأنبر علينا؟ بعدين شبه الشرطة مثله مثل أصهرتك دخلة؟ أصهرتك ما كانوا عم يدوروا على الأمن وما عم يلاقوها، وهي الحمد لله شبهوا وصاروا وتصوروا. دخلك وصهورتك أولاد مين يعني؟ دخلك أشرف وإخواته أولاد مين؟ أولاد كريبوز باشا ولا من سلالة السلطان عبد الحميد؟ رجاء فتحي لي مخي، الدنيا تغيرت بقرار بمناقصة بشروة ببيعة، بينام الواحد طفران بفيه مليونين. بعدين الشاب كويس وآدمي، وأنا عندي صاحب كلفته جيب لي فيشته، طلع نظيف ما عليه ولا زرة غبرة، والشاب كويس ورايتنا. هو لو كان لا تقاوحي وتاخدي وتعطي بشي ما لك علاقة فيه ولا حد أخذ رأيك. شبكي بعدين دخلك هذا أشرف، فينك توقفي قدام منه وتقولي له با أنا متأكد رح ينكت تكرارك وذكرك بأصلك وفصلك. شو ما وراح يذكرك بفضل أخوه علينا وعلى العيلة كلها. طبعا الشاب هذا آدمي كويس صحيفة، بكرة ببعته بسفرة بمهمة، بياخد له قرشين بيتلحلح شوي بيجي بيسدد بنتك وبيسعدها. شو بنا نسيتي؟ نامي. ساعدونا في بسم الله الرحمن الرحيم. شو بدك تجيب؟ ما في شيء عطشان والمي مقطوعة. المي طول عمرها مقطوعة. الحمد لله. انت ليش فايقة لهلا؟ مو جايين. طيب يلا روحي يعني. ما بدك تنام؟ بلا يلا لاحق روحي شوفي. وينو الأستاذ صباح؟ يعني إذا كنت عند المدير العام ما بتقول مرحبا؟ عفوا ستنا، مرحبا وصباح الورد كمان، بس مستعجل، المدير العام طالبه فورا، وينو؟ عنده اجتماع بلجنة المشتريات. وين بيجتمعوا؟ بمكتب النقابة. أمريك. ليه؟ لك يبعد حمى لحزنا، لسه بده يخترعوا للجان مخصوص لإله. خلص قصة المكيف أنا بحلها، عندي تاجر، بس هاي المزربور ومدري شو ما له علاقة فيها. الصباح. طيب ماشي روح انت هلا، انا شباب استاذن بدي مر عند المدير العام عملوا لكم دور شاي بين ما رجع. يلا بينا. ما بدي حدا يفوت لعندي بنوب، عندي اجتماع. استريح. طمني كيف شفت لي الشغل؟ ممتاز،
الحمد لله أكثر من ممتاز. فينا نعتبرك خبير؟ يعني مطيع بيك فيك تقول إني أخذت خبرة عن كل شيء تقريبا، وهلأ من شوي كنا مجتمعين بلجنة المبايعات. دور لي على اثنين على الطاولة عندك بفهموا بالقانون مشان نشكل لجنة برئاستك وتعمل جولة على المحافظات لشوف هدول الطراطير ليش طالع ريحتهم، وبنفس الوقت بدي كلفك مهمة لحلب. مين هدول سيدي؟ سيدي؟ حلوة هي، عجبتني هي. سيدي سيدي هون وبرا بتطلع بتتآمر علي، ما هيك؟ عم تتآمر انت ورفيف. عفوا مطيع بيك، بس انا عفوا يا ابي، احزموا لنا امركم لحتى نعرف شو نتصرف. بصراحة مطيع بيك انا انت شو؟ مطيع بيك انا بيشرفني اني ناسبكم اليوم قبل بكرة طبعا، بس مثل ما بتعرف ظروفي يمكن حضرتك بتعرف اكثر مني، يعني اكيد ما حلوه اجي اتقدم منشان مقامكم طبعا، اطلب ايد بنتكم وانا ما عندي اي. ولك يا ابي يا صباح، اوعى تفكرني ماني عايش بهذا العصر ابدا، انا انسان ديمقراطي، اهم شيء عندي الصدق والصراحه، بعتبرهم هن الثروه الحقيقيه للانسان بهذا الزمان. بعدين انا خريج الاتحاد السوفيتي، أهم شيء أني بعرف الناس والحياة بشكل جيد. طبعاً مطيع بيك طبعاً، هذا الشيء مفروغ منه حتماً، حضرتكم بتوزعوا عقل وفهم على الناس. لكن ولك يا إيبي أنت لسه ما بتعرفني، أنا صحيح درست 5 سنوات بموسكو، بس أنا داير ومتشنطط بأغلب بلدان العالم. أنا زايرة يا ابني من اليابان لليو اس اي، متشنطط كتير وبقناعتي الحياة نضال وكفاح ووقفة عز. صدقني يا ابني أنا تشنططت كتير لحتى وصلت للي وصلت له. الله يعطيكم العافية مطيع بيك، وعلى كل حال هذا نصيب كل واحد جاد وطموح بهالحياة. يا ابني القضية مو قضية طموح أبدا، الطموح ما دخله بنوب، القضية قضية فرصة. أنت تجيك فرصة أنت وبنتي هاي المعترة رفيف، فرصة يعني، فهمت علي ما هيك؟ طبعا طبعا مطيع بيك، صدقني إنه سيادتك أب عظيم، وياريت كل الأهل مثل حكايتك وربونا على مثالياتك ونظرياتك بالحياة. بس أنا في عندي سؤال، يعني شو بتنصحنا؟ لأنه أنا عفواً وأرجو أنك تفهمني مو من باب التملق نهائياً، بس أني أنا فعلاً حاسس أني أنا بحضور إنسان كبير فعلاً، وأنك رح تستوعب لكل أحلامنا وتفاصيلنا. يا إبي يا صباح، أنا حبيتك. الو، بتشكل لجنة برئاسة الأستاذ صباح، عضويتك وعضوية أبو أحمد، بتطلعوا مهمة 3 أيام لحلب، بتستلموا لي 300 طن بيتومين ملوش. شكرا. يمكن يكونوا لفجر. الولد أخي شو بيجيب بيعمل؟ أمي؟ نعم. أنا بدي أطلع شوي. يا مسهي. بدي أشتري شوية أغراض، مو عازمنا غزوان يوم الجمعة على المطعم؟ المعنى؟ اسكربيني مثل العالم ما عندي، بترضيها أنت؟ طيب، روحي. بس لا تتأخري ها؟ لا ما بتأخر، بس مو هلا طالعة بعد شوي. طيب. Thank you.
هالشغلات اللي بدكم كشها وبتجيب لي اياها على البيت، انا ناقصني كراكيب. حدايد يا مهدري حدايد. خردة يعني. سووا لنا شاي. طيب. بتفطر؟ ايه بفطر. وين الشاي؟ شو بي؟ انت شو بك؟ شو هدول الاغراض اللي مخبيهم بالمطبخ؟ حدايق حديد. ليك فجر، انت اخي واخي الصغير كمان، انت بتعرف قديش انا بحبك. قلي شو القصة؟ قصة شو؟ انت اكيد وقعان بمشكلة صح؟ مشكلة شو انت بتعرف؟ لا تحاول تقنعني، اصلا ليش نايم باوعيك؟ لانه رجعت على البيت بنص الليل واندفست باوعيي مشان فجر. حبيبي انا اليوم هون بكره مالي هون. اليوم يمكن اقدر ساعدك، بكره يمكن ما اقدر. بدك مصاري؟ معي مصاري، لازمني شوية اغراض بس مو مشكلة في دار. ولا تكون يا اميمة انت شو صاير لك؟ مو صاير لي شيء. وانا بحبك. خاف عليك. لا تخاف يا اختي لا تخاف. بس لا تخاف. يسعدك. اهلين. شو صارت لها؟ ايه اطلعي 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 دورا. لا لا ما بدي خاف. لا جربي لا تخافي اطلعي. لا لا بلاها بلاها. وحياتي وحياتي عندي اطلعي كرمالي بلا غلاظة بلا اطلعي. ما بتسرق؟ لا ما بسرق. اكيد ما بتسرق. خلاص ولا وش بدي اكذب عليكي. بس تبسك منيح ها، انه بزمانه هاي موقع رامي وكسرت له كتفه. بتجنن. خلص طلعي جربيها. لا لا ما بتزبط. لا اذا بدك بتزبطيها طلعي طلعي. لا خلص هلا روح عند رفيقك بكفي انه شافك عم توصلني. لا شو دخله هو؟ نوال خليك كفي يا نوال. شو بقى امك شو بقى؟ ما بعرف يمكن قريب او برد ما رح حل على شيء. يلا روح هلا روت هسا. خليك نوال. اشتريت مكان بطني تشوف حدا؟ شو بنا؟ لسه ما صارت المكان قلي. بعدين يا اخ نحن اللي بنشوف الشباب الطيبة. الشباب الطيبة؟ لك كنا من عظام الرقبة ولا مشان؟ مشان شو؟ مشان شو؟ مشان اتفقنا اللي ما عم تنفذه. ودخلك على شو اتفقنا؟ مو اتفقنا نريح المخلوقة شوي؟ ورحنا لها، شو صار يعني؟ هيك لا الله. شو بك فجأة؟ بدك بنت تفرق بيناتنا؟ لك لا لا. بس اخي منوقت ما انت اشتريت المكنه ما عاد شفت حدا. لك كبر عقلك بقى شو صار لك؟ عم بقول لك ما صارت الي، بعدين انا جاي مشان هذا الموضوع، فرطه، الله وكيلك اخوات نحن. المهم مشان شو بدك يعني؟ جاي مشان تشاركني على المكنه، هذا الزلمه رضي يبيعها بثمانية، اربعة مني واربعة منك، ويوم معي ويوم معه. منين بدي اجيب لك كلنا 4000؟ لقيت لحالي امورك بتكون تيسرت. اطلع، اطلع بلا ما نضيع الوقت على الفاضي اطلع. اطلع. بس تمسك منيحة اوعى توقع بينكسر كتفك مثل ما انكسر كتف رامي. مين رامي؟ رامي من رامي.
شو فرح الو زعلان؟ خلاص رح تتركني؟ لك شو اتركك ما اتركك؟ لك اختي هي سنة الكون. يعني بالاخير بدي اسكن ببيت لحالي ولا بدك يعني اتجوز البنت خطيفه واجي اسكن هون بوش اهلها؟ طيب طيب وين هذا البيت يلي اخذته؟ بعيد شوي بس مو مشكله هيك احسن. شو يوم بجي باخذك وبدلك عليه بس لتهدى الامور شوي. واذا ما هديت؟ معقوله؟ شو بده يضلوا زعلانين من بنتهم طول العمر؟ لك اخي هدول ثلاث شباب والثلاثه مخفائق ما بتعرف شو ممكن يعملوا. يعني شو؟ اتركها للبنت؟ ام رياض ما بحسن بتركها، انا بحبها بحبها بحبها. والله قلبي مو منشرح لهالقصة لك اخي. حاشي ام رياض حاشي الله يخليكي، هذا بدل ما تشجعيني. ما فيني اتخلى عن ام المخ، ما فيني اتخلى عنها بنوب نوب. البنت بتحبني. بتعرف حبيبي جاي على بالي ساوي عملية تجميل لأنفي، بدي ساوي هيك وتنفخي شفايفك وتعملي لي كراسي خدود. ما حلو؟ هلا لا ما حلو بكير. كل البنات عم بيساووا هيك. معناتها رح اتجوزهم كلهم. بل مشان ما خربت فيكي. عم تتمسخر؟ هن لو ما شد الوش ونفخ الشفايف انا احلى منه. ليش مين قال انه مو انت احلى هيك؟ خلصينا يا كل المس اللي معهم شوية مصاري مو عارفانين وين بدهم يروحوا فيها. بتعرف يمكن معك حق، اصلا انا ما بدي اكون حلوة الا بنظرك. المهم سفرتك هي طويلة؟ لا شي يومين ثلاثة بين حلب ولادية. طيب شو رأيك احكي مع بابا يلغيها؟ شو يلغيها انت التانية؟ هذا شغل مصلحة عامة. بعدين لا تخلطي بين امورنا الشخصيه والشغل. دخيله اللي خايف على المصلحه العامه. المهم هلا بس ارجع ان شاء الله من السفر رح اجيب اخي الكبير والوالده نجي نزوركم. يسعد الله ان شاء الله بيسلمني هالوش. وينك انت كل يوم بدك تسهرني للصبح مشان شوفك؟ لك انت بتصلي بالمطعم؟ شلون بدي اتصل على المطعم وانا ماني حسناني اطلع من البيت؟ طيب اسالي اختي ام رياض. ام رياض لا تدخلها، ومن الاول انا فهمتك هالشي وهلا برجع بقول لك سلفا ام رياض لا تدخلها بقصتنا. ماشي ماشي، اصلا ام رياض ما عندها علم بالموضوع اساسا. المهم هلا كل يوم بهي الساعه بتستناني هون. وانت شلون بدك تطلعي؟ انت ما عليك، اصلا كتب الكتاب قرب، لازم نشوف بعضنا كل يوم مشان نعرف شو بدنا نعمل. اخذت بيت؟ اخذته واليوم رح نام هنيك. يعني ما استناك على الاسطوح؟ لا لا ما تستنيني، انا بكره بستناكي هون. المهم سالت حدا مشان معامله الجواز؟ سالت والامور ضابطه، بس انت قولي لي امتى بدك. اذا بدك هلا امشي. هلا امي ما انا خايف اكثر منك، بس اجيت لحتى ما تقولي كذبت عليكي واخواتك شو ما بدهم يساووا ساووا. معقول يساووا شيء؟ كل يوم تستناني هون مو بس بكره. يلا بخاطرك.
أولاد أولادي أنا مالي متبري منه، بالعكس هن اللي متبرين مني. مع كل هذا لقيت له نذر إنه بعدهم أطفال، بالوقت اللي هو مو صحيح، هن بطلوا أطفال. رح أعطيهم سنتين ثلاثة حتى يكبروا، ساعتها قال لي معهم كلام تاني. إذا فهموا ليش أبوهم تركهم 9 سنين وعرفوا من مصدر هالمصاري اللي عم يتمتعوا فيها كان أبيع، إذا لا ساعتها أنا رح أتبرى منه. لك يا أخي يا حبيبي، أنت ليش مكبر الموضوع بدل ما تصغره؟ عبير بتحبك وبدها إياك ترجع لبيتك وولادك. لك يا سميرة، أكيد بدي يعني أرجع، بس بتعرفي ليش؟ أنا مشكلتي مع عبير مو إنه أخطأت بحقي، لا، لو أنا أخطأت خطأ عابر وندمت عليه أكيد رح سامحها، يعني رح أغضب رح أزعل، بس بالنهاية بدي سامحها. شوية ألم شوية مرارة ورح سامحها وأغفر لها، بني آدم خطأ بطبعه. لا بتعرفي ليش أنا مضطر إني أغفر لها؟ لأني بحب، أنا بحب عبير أكثر ما تحب حالها. مشكلة عبير مو هون، مشكلتي أنا معها. عبير ليش مصرة بدها تسترجعني؟ تحبني، يمكن بعد في شوية حب بقلبها لي، بس هذا سبب سخيف. مشان الأولاد هذا سبب أسخاف. أنا بقول لك ليش مصرة بدها تسترجعني، بدها براءة سمي، أو بدها براءة اختراع اسمها مصاري بالملايين. جابتهم من نفس الطريق اللي أنا بسببه دخلت السجن، وبالضرورة مع نفس الأشخاص، لكن بالضرورة مع أشخاص بيشبهون كتير، مثل ما حبة المطر تشبه حبة مطر، هن التنتين على نفس الأسطوة. أنا ما عم بتهمها بشرفها، أصلاً بالنسبة لي الشرف مو هو الجسد وبس، شرف مسألة أكبر من هيك بكتير. الشرف شيء له علاقة بالروح، ما تنخدش روحك تفسد. ما بعتقد إنه كل مصاري الدنيا وملايينها ممكن ينقذوك. سميرة الله يسلم ايديك، الغدا كتير طيب ان شاء الله دايما. ان شاء الله صحة، يا ريت تيجي تغدى عنك اليوم. ان شاء الله بيفرجها ربك. يلا شو وين صهر لسه ما شفناك؟ والله بدي امشي، عندي شغلة صغيرة. بعدين انتوا اثنين حاجة تعملوا معي كأني ولد صغير وخايفين عليه. لك غلط على صرت منيح منيح كتير. يلا يلا اختي بشوفك بخير. الله معك حبيبتي، ديري بالك على حالك. لك سعي سهر، بدي اقول لك، بتعرف انت انه انا بطلت قادر اتوظف بدوائر الدوله، محكوم. وبصراحه هي بطالة اللي عايشه ماني حاببها. بركي تدبر لي شغل بالقطاع الخاص، يعني هون ولا هون، مبدئيا مو ضروري يكون بالهندسه، شغل. تكرم عينك. ماشي سلم. ان شاء الله مجاري هنا يا رب. الله يسلم ايديك يا اختي. ايديك ان شاء الله. ايدين ما نقدمهم، يسلموا ايديك يا حنونه. الله يسلمك. بدك عروس ان شاء الله. اي والايه، جبنا كمان. صحتين. على قلبك اخي. حول. لا يسلم. خلي اميمه سبقتك كلها. سبقتك. كان عندي موعد عمل بعد الوظيفه وكلت. وين اميمه؟ اميمه؟ اهلين صباح، بحط لك تاكل؟ لا يسلم اختي، جهزي لي الشنطه بكره طالع على اللاذقيه وحلب. خير ان شاء الله، شو في لك باللاذقيه وحلب؟ مهمه التفتيش بفرعون هنيك. ايه يلا على عيني. معناها الجمعه ما راح تكون موجود بالشام. ايه اكيد. بس الدكتور غزوان عزمنا على الغداء. يا سيدي انت متكفي وبتوفي. ايه من اللي يا حسره، ليش بيطلع بيدي يحكي مثلك؟ هلا انا كل اللي رايح هون يومين ثلاثه. بالمناسبة بس ارجع بدي اياك انت وامك بشغل كتير ضروري.
أنا اللي بدي إياك بس ترجع بشغلة ضرورية. خير؟ عم فكر اتجوز. وأنا كمان عم فكر اتجوز. شو هاد؟ شو قلت؟ ما سمعت أخي عيد. عم فكر اتجوز. برحمة أبوك عم تحكي عن جد؟ خلص أخي أنا بجي. بس في شغلة صغيرة يا أخي الله يخليك، يعني بروح نطلبها للمخلوقة مجرد طلب. لا أخي ما في داعي تأجل، إذا بدك تأجل من شاني ما تأجل، أنا موضوعي خالص، وما بدي منكم ولا فرنك، وإذا بدك بساعدك. منيح الله يسامحك بجاه النبي، القصة مو قصة فلوس، القصة وأنا كمان مو القصة قصة فلوس، بس لأنك أخي الكبير وطول عمرك كنت كبير معي. خلص كل اللي بدي إياه منك أنت وأمك تروحوا تطلبوا لي هالصبية، وبعدين أنا بتكفل بالباقي، أنتم ما دخلكم بأي شيء، ارتاحوا أخي منيح. لعيونك أخي، أنا على طريق الخير ما بتلاقيني غير قدامه، لعيونك. يعني هيك، سلام وكلام لأنه أمورنا كلياتها منتهية. سلام وكلام وتمام ويا سلام وأهلين ولعيونك. أمي؟ تعي اسمعي أمي؟ شو في أمي؟ اسمعي شو بده ابنك صباح؟ شو؟ قال بده أنا نخطب له. الله يجعلها ساعة خير إن شاء الله. بلاها يا أمي بلاها، بلاها الله يخليكي بلاها. يو، وليش بلاها؟ على مين حاطت عينك؟ على بنت مين؟ أمي مو المهم بنت مين، المهم إنه البنت من برا الحارة. خلاص الله طاب علينا من الحارة. ما قلت لك أمي إلا ما تفرج؟ يو، وشلون مو مهم؟ خلاص أمي خلاص، أنتم ما دخلكم. شلون ما دخلنا لك أخي؟ شلون ما دخلنا؟ صباح، يعني إذا توظفت بدك تطلع عن الأصول؟ على القليلة مو نعرف شلون بدنا نرتب أمورنا؟ شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نهدي؟ كله خالص، ومو بقيان غير بصمتكم، المهم تروحوا معي على بيت العروس وتبصموا بس. إيه بس يا ابني انت بتعرف انه معلش امي معلش، خلينا نفهم ونرتب معه وحده وحده. والمعنى؟ قلت لحالي مو صباح يعني هيك له موني على اهل العايدة، مو بيعلم لهم ابنه ف عماد قلت لك اترك موضوع عايدة واهلها علي انا. يا امي طولي بالك طولي بالك شوي، المشكلة مو مشكلة اهلها. المشكلة شلون كيف يعني البنت امي البنت مهم البنت. انا بنت عايدة بنت ابو جمال الطبلاوي. لك هي بذاتها شو هالحكي؟ هي بذاتها اخوك عشان يا صباح مدري كيف هيك بحس عايدة كأنه بترد عليك، فيعني انت هيك كونك استاذ ومحامي ومدري شو كمان. خلص اخي بس ارجع بنحكي. ساعتين بضب الشنطة. شوفوا مين يا أولاد. انت بابا؟ كيفك بلا؟ شلونك لك أبداي؟ تفضل بابا. ماما جاكي ضيوف. مين ماما؟